السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنات طالبات مدرسة المجتمع الثانوية الخاصة بنات صف 11 أدبي المادة جغرافيا. بناتي طالباتي، قيمة الشهر الابتكار، عليك بالعمل والجد والابتكار والإبداع هو ما يميز ما بين القائد والتابع. ننتقل إلى قيمة الأسبوع وهي الإيثار. فضل الإيثار: أثنى الله على أهل الإيثار وجعلهم من المفلحين، فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويأثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. عليك طالبتي العزيزة التحلي بهذه الصفة لأنها سجت الأبرار وشيمة الأخيار. درسنا اليوم وهو النمو السكاني في قارة آسيا. لدي سؤال: ما المقصود بالنمو السكاني؟ نركز جيدا. كلمة نمو يقصد بها زيادة، فإذا يوجد لدي نمو سكاني في قارة آسيا. طيب، ما المقصود بكلمة نمو؟ تغيير عدد السكان في منطقة ما خلال فترة زمنية محددة نتيجة لعوامل طبيعية وغير طبيعية. يبقى إذا عدد السكان بيتغير في خلال فترة زمنية محددة. طب لماذا يتغير؟ بسبب عوامل طبيعية وغير طبيعية. طبيعية يعني بقدرة الله سبحانه وتعالى، غير طبيعية اللي هي تكون غير ذلك. ما العوامل التي تؤثر في النمو السكاني في قارة آسيا؟ رقم واحد، العوامل الآن على العوامل المؤثرة في النمو السكاني، وهي تنقسم إلى جزئين: الجزء الأول العوامل الطبيعية، والثاني العوامل الغير طبيعية. سوف نرى سويا ما هي العوامل الطبيعية. للمفهوم، العوامل الطبيعية الفرق بين عدد المواليد والوفيات في كل 1000 نسمة. يبقى إذن العوامل الطبيعية تخص المواليد والوفيات. المواليد، معدل المواليد ومعدل الوفيات. ننتقل إلى العوامل الغير طبيعية: الزيادة الناتجة عن هجرة السكان. يبقى إذا هجرة السكان من مكان إلى آخر تعتبر عوامل غير طبيعية. أما وجود المواليد والوفيات أو حدوث فيها زيادة أو نقص نسميها عوامل طبيعية. طالباتي، عليك بفتح الكتاب المدرسي صفحة 39 ونقرأ قراءة جدول انخفاض معدل المواليد، ثم نجب على الأسئلة لنستطيع الإجابة على الأسئلة التالية. في الجدول سوف نلاحظ السنوات من 1975 إلى 2018. سوف نرى معدل المواليد في قارة آسيا على مدى الأربع سنوات، معدل المواليد في العالم. يبقى إذن يوجد هنا مقارنة بين قارة آسيا والمواليد. نلاحظ جيدا لنستطيع الإجابة على الأسئلة. بعد أن رأينا الجدول بالكتاب صفحة 38 نقرأ الأسئلة. أول سؤال: ما أعلى معدل مواليد في قارة آسيا مقارنة بالعالم وفي أي سنة؟ عليك طالبتي العزيزة أن تري الجدول مرة أخرى في كتابك. أعلى رقم في معدل المواليد وفي أي عام؟ أحسنتم طالباتي، هي 34.7 عام 1975. ننتقل إلى السؤال الثاني: ما أقل معدل المواليد في قارة آسيا مقارنة بالعالم وفي أي سنة؟ أقل معدل المواليد، الرقم القليل لدي في معدل المواليد، تمام، 16.8 عام 2018. من وجهة نظرك ما أنسب معدل المواليد بقارة آسيا ولماذا؟ تمام طالباتي، هي 19.6 يتساوى مع العالم ويحقق توازن اللي هو عام 2005. بما تفسري انخفاض معدل المواليد بقارة آسيا؟ لماذا انخفض؟ بسبب اتباع سياسات سكانية تهدف إلى خفض معدلات المواليد. معنى هذه الجملة أن بعض الدول تستخدم سياسة سكانية لخفض المواليد، وسوف نتعرف عليها فيما بعد.
يعني كل دولة لها سياسة أو لها طريقة معينة للتعامل مع سكانها من خلال مواليد أو وفيات. ننتقل الآن طالباتي إلى أسباب انخفاض معدل الوفيات. عليك كطالبتي العزيزة فتح الكتاب صفحة 40 لنرى سويا هذا الرسم الذي موضح أمامي. معدل الوفيات، معدل الوفيات في قارة آسيا، معدل الوفيات في العالم من 1975 إلى 2018، تمام؟ ونلاحظ الأرقام ما بين آسيا والعالم. طالباتي لدي أسئلة: ما الفرق في معدل الوفيات في قارة آسيا عام 1975 وعام 2018، وما مدلول ذلك من وجهة نظرك؟ ها، نلاحظ الأرقام، ما الفرق؟ إذن سوف نقوم بعملية طرح بسيطة، وهي 12 ناقص 7 بيساوي 5، وهذا يدل على انخفاض معدل الوفيات، إن الوفيات بدأت تنخفض، تمام؟ طيب قارن بين معدل الوفيات في دولة قطر وقارة آسيا. معدل الوفيات في قارة آسيا ودولة قطر. تمام، إن في 2015 كان معدل الوفيات في قطر أقل من 1000 وفي آسيا 7000. يبقى إذن نلاحظ أن في دولتنا الحبيبة قطر التي يجب أن نعمل على تنمية حبها أو التنمية الوطنية، القيمة الوطنية لدولة قطر، وهو أن تحب دولتك التي تعيش على أرضها. فعاها معدل الوفيات كان أقل، وده هذا يدل على إيه؟ تمام طالباتي، سوف نقوم يرجع انخفاض معدل الوفيات إلى الأسباب: 1- تقدم الرعاية الصحية وخاصة المقدمة إلى الصغار وكبار السن، رفع المستوى الصحي طبعاً. 2- ارتفاع المستوى المعيشي والاجتماعي، لذلك انخفض عدد الوفيات في دولة قطر. طالباتي ننتقل الآن إلى تطور الزيادة الطبيعية. نلاحظ من هذا الجدول معدل الوفيات ومعدل المواليد. ماذا نلاحظ؟ معدل الزيادة في قارة آسيا من خلال الرسم. لدي سؤالين: حدد الفرق بين معدل الوفيات بين عام 1975 و2018، وما مدلول ذلك من وجهة نظري؟ أجبنا من قبل: في ضوء دراستك قارني بين معدل المواليد في دولة قطر وقارة آسيا. تمام طالباتي، ننتقل الآن إلى النتائج المترتبة على الزيادة السكانية في آسيا. وضح النتائج المترتبة على الزيادة السكانية في قارة آسيا. ما هي النتائج المترتبة على الزيادة السكانية؟ الصور لنلاحظ النتائج المترتبة. ما هي من خلال هذه الصور؟ نلاحظ ماذا؟ ضغط على الموارد، انخفاض مستوى المعيشة، عدم القدرة على تقديم الرعاية، قلة نصيب الفرد من الدخل القومي في كثير من الدول، معاناة طبعا وأزمات اقتصادية، ارتفاع الكثافة السكانية، زيادة المناطق العشوائية، نقص الغذاء، نقص المياه، من خلال هذه الصور. هيا بنا لنتعرف على نتائج الزيادة السكانية من قارة آسيا: 1- الضغط على الموارد وانخفاض مستوى المعيشة. 2- قلة نصيب الفرد من الدخل القومي. 3- ارتفاع الكثافة السكانية خاصة في المدن الكبرى. 4- زيادة المناطق العشوائية. 5- نقص الغذاء وانتشار الأمراض الناتجة عن سوء التغذية. نقص المياه وانتشار الصراعات للسيطرة على الموارد المياه. عليك طالبتي الحفظ جيدا للنتائج المترتبة على الزيادة السكانية. ننتقل الآن إلى الجزء الثاني، وهو ثالثا تركيب السكاني. درسنا السكان في آسيا، النمو السكاني، الآن التركيب السكاني. من خلال هذا الهرم السكاني بيتم التعرف. يمثل لدي شكل مثلث، لديه قاعدة ولديه ارتفاع ولديه في المنتصف أو في المتوسط. تمام طالباتي، عليك أن تقومي بفتح الكتاب صفحة 42 وملاحظة الهرم السكاني لقارة آسيا جيدا. يوجد لدي في المنتصف، وهي
الأعمار، أعمار السكان، وينقسمان إلى إناث وذكور، ها؟ لأن كل ما يتم تدوينه من خلال ملاحظاتك للهرم السكاني. نرى الأسئلة. أي الفئات العمرية هي الأقل في قارة آسيا؟ ها، الفئات العمرية يعني أصبحت نسبة قليلة. أحسنتم، كبار السن، لأن تبلغ 8.9. ماذا تعني زيادة نسبة الفئة العمرية من 15 ل 65 سنة في الهرم السكاني؟ تعني وفرة القوى العاملة والقدرة على تحقيق معدلات تنموية. إذا لدي أيدي عاملة، والأيدي العاملة هي التي تقوم على تنمية الدولة للقيام بمعدلات تنموية مرتفعة. حددي الفئة العمرية التي تمثل قاعدة الهرم السكاني في القارة. ما هي الفئة العمرية اللي تمثل القاعدة في الآخر؟ أحسنتم، طالباتي هم الأطفال أقل من 15، هي تمثل قاعدة الهرم، نسبتها 23.5. ما ملاحظاتك على التركيب النوعي للسكاني؟ النوعي، تمام، أيوة، أن الإناث والذكور نسبتهم متقاربة. تمام طالباتي، أحسنتم. والآن طالباتي نرى المجمل من الاستنتاج للهرم السكاني. نستنتج منه أن فئة كبار السن وهم أكثر من 65 سنة نسبتهم 8.9% من جملة عدد السكان، وهذا يدل على زيادة هذه الفئة، أي تعني زيادة نسبة الإعالة في آسيا. اثنان، تتمثل قوة العمل في منتصف الهرم السكاني، في من؟ الذي يكون أعمارهم ما بين 15 ل 65، أي زيادة الفئة التي تعتمد على القوة العاملة في مرحلة الشباب، وهذا يعني على القدرة التنموية المرتفعة. ثالثا، قاعدة الهرم تمثل الأطفال وهي نسبتهم 23.5، وتمثل أقل من ربع سكان آسيا، وهذا يعني زيادة نسبة الإعالة، تمام، مثل كبار السن، لأنهم أكثر ناس يحتاجون لغذاء ومتطلبات معيشة، وعملهم طبعا لا يمكن، يعني لا يستطيعون القيام بأعمال مثل فئة الشباب، وتمثل أقل من ربع سكان آسيا، مما يعني زيادة نسبة إعالة وزيادة احتياجاتها ومتطلباتها. نلاحظ أيضا أخيرا تقارب نسبة الذكور والإناث في قارة آسيا، فتبلغ نسبة الذكور 51% من إجمال سكان القارة، والإناث 49. يبقى إذا تقارب ما بين التركيب السكاني وهو المقصود به الذكور والإناث. بناتي انتهى درسنا اليوم، مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق.